بآخر فقراتنا فرح نروح للمساحة الرياضية. بالفقرة الماضية حكينا عن المكملات الغذائية وحكينا عن العضلة العضلة الناعمة النائمة اللي هي كانت مشكلة وما زالت وشكلها رح تبقى عند الصبايا. اليوم رح نحكي عن المكملات الغذائية اللي بترافق الرياضة، شو ممكن تأثر سلبيا وإيجابيا. أكيد معلومات حيخبرنا عنها لليوم المدرب سالار البيطار، وهو مدرب كمال أجسام ولياقة بدنية. أهلا وسهلا يا كوتش. صباح الخير. صباح الخير سالار، كيفك؟ صباح الخير. كيف الرياضة معك اليوم؟ أنا تأخرت علينا، هي على الهواء رح رياضي لأنه رياضي وصل بسرعة. جاي جري. حلو. سلار، اليوم لما بنحكي عن مكملات غذائية، خلينا بالأول نعرف شو هي هي المكملات الغذائية ومين هن الأشخاص اللي بتحس إنه هن بحاجة فعلا مكملات غذائية. أول شيء خلينا نعرف المكملات الغذائية، هي مستحضر بيكون يا بودرة يا ما هي أقراص. استخدامها رياضيا هو أكثر شيء، لأنه كمال أجسام أو أي رياضة بتكون بحاجة مكملات غذائية للاستشفاء العضلي، لزيادة الكتلة العضلية، في لها دور كثير مهم. شو هي الاعمار يلي ممكن تستخدم سلر المكملات الغذائيه؟ هلا هي كونها مكملات غذائيه، نحن عم نحكي مكملات غذائيه فهي تتكون طبيعيا، يعني هي مستخلصه من الاكل، فينا نعتبرها احنا في شيء مستخلص من مصدر اللبن، يعني ما في اي تخوف منها. لا لا ابدا، بس هو موضوع الاعمار يفضل انه من فوق ال 18، ان يعني اكثر شيء بحاجه بيكونوا المكملات الغذائيه اذا بيلعبوا رياضه، وشخص غير رياضي هو فيه يستخدمه، بس طبعا بده يكون فوق ال 18 انه ما في داعي. شو استخداماتها سلار غير الاستخدامات الرياضيه؟ شو ممكن يكون لها استخدامات ثانيه؟ هلا ممكن تساعد تنقيص الوزن مثلا، مكملات الاشخاص المتبعين نظام غذائي قليل السعرات الحراريه مشان ما يعوضوا بالاكل بالسعرات، احنا بناخذ بروتين ممكن يساعد. هو سعراته اقل؟ سعراته اقل من الاكل، بيعطي الشبع الاجباري. بيعطي بحسس بالشبع، بحسس كثير نحن بحاجه لهذا الاحساس. بحسس بالشبع. كوتش خلينا نحكي عن المكملات الغذائيه اليوم، شو فرق بينها وبين الهرمونات؟ خلينا هيك نعطي معلومات نبسط فيها، اليوم عم يصير اختلاطات بالقصه. هلا رح اختصر الشرح تبعها، المكملات الغذائيه هي بصوره طبيعيه هي جايه من الاكل مثل ما حكيت، من فكره مصل اللبن، من البيض مثلا، بروتين من بياض البيض، بروتين النباتي، سفان، يمكن الدجاج، ناخذ من مصدر هو ثلاث انواع في، من مصدر اللبن، من البيض، ومن النباتي. النباتي بروتين النباتي يعني من البقوليات مثلا، بيستخلصوا البروتين النباتي من البقوليات. ليش سلار بيقولوا انه بعض المكملات الغذائيه لها اضرار على الجسم؟ شو مدى صحه هذا الشيء؟ ليش البعض بينصح انه نحن في حال كان عندنا تمارين رياضيه وجهد بدني كبير ناخذها، والبعض الاخر بيقول لا نبعد عنها قدر الامكان وناخذها من الاكل، ليش؟ هلا هي طول ما احنا استخدمناها بشكل طبيعي وضمن الحد المعقول ابدا ما فيها ضرر، بس احنا اذا بنعوض بالاكل بيكون اكيد احسن، هي اسمها مكمل غذائي بالنهايه، يعني انا اليوم كشخص رياضي في لي استهلاك بروتين، لنفترض مثلا 200 جرام بروتين لازم انا ادخل على جسمي باليوم، انا هذا مثلا ما فيني لحق كله من الاكل، انا هون بلجا للمكملات الغذائيه، انا بزيد عندي كميه البروتين من المكملات الغذائيه من الشكل الخارجي عندي. طيب والهرمونات؟ هلا الهرمونات بعدنا كثير عن موضوع المكملات الغذائيه، فهو نحن مشان انه نقدر نعطي الفرق بين المكملات الغذائيه وبين الهرمونات. المكملات الغذائيه هي احتياجات الجسم، تمام. الهرمونات نحن اليوم انا اول شيء ما بنصح فيها ابدا، الاشخاص اللي بيستخدموا الهرمونات هن اكثرهم بيطلعوا مسرح، اللي عندهم بطولات اللي يزيدوا كميه العضل عندهم بكميه كثير كبيره ويساعدوا على التنشيف. موضوع الهرمون هو موضوع كثير مؤذي، ما له شيء منيح، يعني في له اضرار كثيره. عم شوف الشباب كثير عم تروح ورا هاي القصه، لانه هلا هو لانه في يعني مثل شلون بدي لك سحر، يعني انه بفتره قصيره بتلاقي الشخص دغري تحول عليه، بس هو مثل ما هو له اثار جانبيه منيحه وله اثار سلبيه. سلار خبرنا. سلبيه كثير هي، يعني ما بتنعد منها مثلا حب الشباب، الصلع، التسدي عند الرجال، فينا نقول كمان اكتئاب، بيأثر كثير على الحاله النفسيه، بيسبب عصبيه زايده، غير موضوع القلق، موضوع التوتر، ويمكن هو مؤقت، هو ثابت او مؤقت؟ ما في شيء ثابت. هو انت هرمون دخلتيه على جسمك، بعد فتره في شيء اسمه موضوع بي سي تي هو التنظيف، فانا هون رح يرجع جسمي يتراجع شوي، لانه هون ما عاد في هرمون خارجي، انا رجعت هرموناتي الطبيعيه، افرازات هرموناتي الطبيعيه مو مثل الافرازات الخارجيه اللي انا باخذها من برا. صحيح، والشباب اليوم معتبرينها موضه اليوم انه بالعضل وبالشكل، فعم يروحوا كثير بهي القصه، فتسويقيا عم تحسها كثير ماشيه يعني. بس على فكره هو ببين انه في شيء غلط بشكل الجسم وقت بيكون كثير اوفر بالقصه، يعني اكيد
بس هي موضوع اليوم تجاري للمدربين صاير، يعني اليوم انه بيجي اللاعب موضوع صارت كثير حلو انه نحن صرنا ننبه على هذا الموضوع. اليوم بفوت اللاعب على الجيم بيكون مبتدئ لسه ما بيعرف شيء بكمال الاجسام، دغري بيفوتوه بموضوع بدك هرمون بدك هي بدك هي، انه بيفوتوه بموضوع هو كثير لسه بعيد عنه. يعني موضوع الهرمونات كلاعب طبيعي ما اقل من 3 4 سنين هو ليوصل لحد اخر حد الطبيعي له بيتطور جسمه. انت بيكون استخدامه صح كوتش للهرمون؟ انت بتقول انه طبي. صح في إلى إشراف طبي بده يكون، في إلى تحاليل، أنا بدي أعمل تحاليل كبد، تحاليل كلى، تحاليل دم، تحاليل كوليسترول، في إلى كتير تحاليل أنا قبل ما أبلش بهذا الموضوع، فاستخدامه الخاطئ كتير رح يسبب لنا مشاكل. تمام، مين هن الأشخاص اللي ما بيقدروا إنهم بآخر مرحلة إنهم ياخذوا الهرمونات؟ هلا أنا بنظري اللاعب الطبيعي بضل طول العمر عم بيلعب طبيعي، هو في استخدام مكملات غذائية، مثل ما حكينا المكملات الغذائية هي كتير آمنة وما لها أي أضرار، طول ما استخدمناها بشكل صح هي أبداً ما لها ضرر. موضوع الهرمونات هن الاشخاص انا بنظري بس اللي بدهم يشاركوا بطولات مرضيا، يعني عندهم مسرح حدا عنده حاله مرضيه بياثر هذا الشيء اكيد، يعني طبعاً. نوع مرض ما يعني بياثر هي استخدامها مثل ما حكي استخدامها بشكل صح ما بيضر بس تحت اشراف طبي. بس هذا حكي كثير للعالم المتقدمه باللعبه، يعني مو كشخص مبتدئ مثلا 3 شهور 6 شهور سنه انه فورا يبلش بالهرمونات باخر مرحله. للاسف عم نشوفها كثير كوتش. اذا بنرجع شوي للمكملات الغذائيه، بتنصح فيها للصبايا يلي كمان هن بدهم ينقصوا وزنهم ويعملوا لياقه بدنيه، ومثل ما قلنا بالحلقات الماضيه كمان النحت يلي بدهم شكل الجسم يكون حلو ومتناسق. هلا موضوع المكملات في عنا اكثر شيء ممكن نستخدمه، يعني احنا مو بس عم نحكي بروتين، في عندي شيء اسمه احماض امينيه، في عندي كرياتين، بكان ذكر ام كان انثى. خلينا نعرف كل وحده شو استخدامها. تمام، هلا هي صوره البروتين مثل ما حكينا هي على شكل بودره او اقراص. تمام، الامينو هي نفس تركيبه البروتين بس على شكل حبوب بناخذها نحن. الموضوع الكرياتين هذا شيء ثاني، هو بيعطي طاقه بقلب التمرين وبيساعد على الاستشفاء العضلي. للذكور وللاناث فيهم يستخدموا المكملات الغذائيه لانه في لهم احتياجات لجسمك انت، ففينا نستخدم. مين بيحدد الكميه يلي ممكن تستخدم اثناء التمرين؟ مين بيحدد الكميه؟ الكوتش او رغبه من المتدرب او المتدربه؟ هلا موضوع الذكور هنا بيكونوا اعلى من احتياجات البنت، يعني مثلا انا اليوم اذا بدي اعطي مثلا لشاب انه انا بدي ازيد له الكتله العضليه، مثلا ممكن اعطيه بروتين من كان من الاكل ولا كان من بروتين خارجي، فانا في شيء اسمه حساب، فانا ممكن اعطيه مثلا من 1 لـ2 جرام بروتين لحسب جسمه لحتى انا ازيد له الكتله العضليه، طبعا حسب يعني متقدم مبتدئ في هي كمان لها حساب. موضوع البنت هي ممكن مثلا تاخذ 0.5 جرام بروتين لجسمها لكل كيلو عم نحكي نحن، فهي حتلاقي فرق بزياده مثلا انه كتله العضليه، خففنا دهون، بين جسم انه احلى. يعني قد ايه بدها فتره لحتى تحس بهذا الفرق يلي هي؟ لا مرشلك لا مرشلك بتفائل بطريقه مو معقوله. انا عطيت شوفها متشابه بها بقول لك بتفائل كثير لانه التجارب اثبتت، يعني كوتش يعني بتفوت الصبيه جيم وبتتعذب، الفكره انه انت بس تركتي الجيم وتركتي الدايت ورجعتي مثل ما كنتي. طب انا ليش اترك؟ ليش انا ما بضل محافظ على حالي؟ ظروف يا كوتش، ظروف يعني القصه. ما في شيء اسمه ظروف، انا حتى لو ما عم بلعب بالجيم، انا فيني مثلا ما خبص بالاكل وانا قاعد بالبيت، فيني اتبع نظام اكل انا ما خبص فيه، يعني مو انه هي حجه الجيم بس. هلا هي فرح عم تحكي، اكثر حدا بحب النقاريش. وهي موضوع نشاط بدني كمان، يعني في عالم بتلاقيها مثلا بتطلع دراج كثير، بتتمشى كثير، حسب شغلها، حسب هي نمط عيشتها. ايه فهدول بضلوا محافظين على وزنهم حتى لو ما اتبعوا رياضه، يعني هي رياضه المشي فينا نعتبرها رياضه مثلا. طيب كوتش بدي اقول لك حكيم، كوتش هلا الكوتش هو اكيد له شيء ارتباط مع الحكيم، بضل طبيا على اشراف الرياضيين اللي عنده. وقت اللي عم ناخذ نحن الحمض او ذكرت 3 قصاص انه ممكن تاخذهم بموضوع التنحيف او وبناء العضل، تمام؟ هدول كل شيء منه ذكرت لنا الكولاجين شو ممكن يعمل؟ ما عم نحكي عن الكولاجين، حكينا احنا عن الاحماض الامينيه وعن الكرياتين وعن خبرنا البروتين. الاحماض الاحماض الامينيه هي مثل البروتين بس على احماض متكسره احنا بنقلها، يعني هي البودر بس تاخذيها هي بدها تتحلل بجسمك على احماض امينيه، فانا هون عم باخذ هي الاحماض الامينيه هي على شكل حبوب انا عم باخذها متكسره جاهزه. شو بتعمل؟ استشفاء عضلي، زيادة الكتلة العضلية، هي أهم شيء، وهي بغض النظر فيها فيتامينات ومعادن. تنصح فيها كوتش اليوم؟ أكيد بنصح فيها، بس إذا أنا فيني عوض بالأكل لا ما بنصح فيها. أول شيء هي أسعارها غالية، ما لها أسعارها رخيصة. متوفرة؟ اليوم متوفرة بس كمان بدك مصدر موثوق، يعني اليوم أنا جبت بروتين أنا ما استفاد عليه، في إجباري بدي أكون مصدر موثوق كثير حتى أنا أستخدمه. وطول ما انا معوض بالاكل انا مالي بحاجه هدول الشغلات كلها. كثير حلو. ابدا، يعني ما يعني نظام الاكل انا عالي ومنيح وبيحتوي كل الفيتامينات والاملاح
والالياف انا ما في داعي اخذ بروتين. بدها القصه تعود وان واحد ما يمل يروح فورا للمنتجات. هي شغله الصبر لك على فكره. هيك يا فرح هيك. سرار بدنا نقول لك شكرا كثير لك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونحن فعلا بحاجه لحتى نضبط طريقه يمكن او العادات الغلط اللي هي موجوده بحياتنا من النقريش اللي حكت عنه النقريش هذول النقريشي اللي حكت عنه رشا لكثير من التفاصيل اللي ممكن هي تكون غلط بحياتنا. بدي اقول لك شكرا وموفق كثير. شكرا لك. شكرا لحضورك. كلامك نحن حنتقيد بس، ولكن بدنا نحترم حاجات الجسم. صحن كنافه، صحن نقريش، ما بتخلى القصص يا كوتش. ابدا ابدا ما في هيك شيء. شكرا لك، وان شاء الله هيك نتبع هدول النصائح ويكون اليوم معلوماتنا استفاد منها كل حدا عم يشوفنا. شكرا ان شاء الله يا رب. شكرا.